رجعنا سريعا ونروح معاكم دلوقتي لفقرة الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج، ونبتديها بأهم العناوين. اليوم السابع جلسة بين وزير الرياضة وبريدة لمناقشة ترتيبات مباراة مصر وتونس. الوطن سبورت، وفد تونس يعاين ملعب برج العرب قبل موقعة الفراعنة ونسور قرطاج. وان تري، الأمن يوافق على زيادة عدد الجماهير المصرية أمام تونس. سوبر كورة، الجبلية تجمد مستحقات لاعبي المنتخب. فيتو، مؤجلات الدوري تعرقل إقامة وديات المنتخب خارج الأجندة الدولية. سوبر كورة، اللاعبون المحترفون يصلون القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب. معسكر مغلق للمنتخب الأولمبي ببرج العرب. هشام نصر، هدفنا تنظيم بطولة تاريخية في مونديال اليد. في الجول، تريزيجي يصنع ويسجل يقود قاسم باشا للمركز الثالث في الدوري التركي. سكاي نيوز، رونالدو ولعنة السان سيرو هل يكسرها الليلة؟ أس، باريس سان جيرمان يهدد مسيرة هنري التدريبية. سبورت 360، أرسنال يجهز ضربة موجعة للمان يونايتد. كورة، تسريب جديد يصدم كريستيانو وميسي. يلا كورة، صلاح يسجل وليفربول يفوز على فولهام ليرتقي لصدارة البريمير ليج مؤقتاً.